السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية يا جماعة. اليوم حابب أحكي عن موضوع هو تغذية الببغاء والطريقة الصحية لتغذية الببغاء. طبعا في ناس كتير بتكون شاري ببغاءات لسبب إنه هو جاي على باله يشتري ببغاء ويحطه عنده بهالبيت، يسمع حكيه، يسمع تصفيره، يلعب فيه هو وأولاده، يتسلوا فيه بشكل أو بآخر. المهم، ولكن هو للأسف ما بيكون عنده الخبرة الكافية لـ 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 لترتيب غذاء معين لهذا الطائر، أو شو اللي هو اللي بيحتاجه. أكثر الناس بتجيب بزر دوار القمر أو بزر عباد الشمس مثل ما بنقول عليه، أو اللب مثل ما بيقولوا عليه كمان بمصر، فمعتمدين على نوع واحد تقريبا من الأكل، ما بيشكلوا له بالأكل، ما بيعطوا له أي إضافات. فهذا كتير موضوع شائك بصراحة، وحابب أحكي عنه اليوم بشوية تفاصيل. عادة لما بيكون في عندك برنامج غذائي وحابب تمشي عليه، فبيكون في عندك مثلا 3 وجبات أو 4 وجبات، وحسب كمية الفيتامينات بكل وجبة وحسب مقادير معينة، ما فينا لا نزيد ولا ننقص. تمام. طيب، هلا اول شيء الصبح بكير، اول ما نحن بنصحى من النوم وفقنا هيك وخسرنا وشنا وشربنا فنجان القهوة وقعدنا وتمام، يا سلام، نظفنا قفص الببغاء ومنفذ وبنعمل له خلطة فواكه. بنعمل خلطة فواكه الصبحيات، يعني عندك انت الصبح مثلا فينا نقول مثلا من الساعة 8 للساعة 11 خلطة الفواكه بدها تكون محطوطة قدام الببغاء، بياخد منها كتير فوائد، كتير معادن، كتير ألياف إلى آخره. بعد الظهر في عنا وجبة تانية اللي هي الخضروات. تمام. كمان الخضروات هلا بدنا نحكي عنها بشكل مفصل أكثر، وبدنا نمشي خطوة خطوة. طبعا خلينا نرجع لموضوع الفواكه، خلينا نبتدي بالخلطة، شو اللي ممكن نعملها. طبعا انت لازم يكون في عندك بشكل طبيعي بكل بيت، حيكون في عندك لأهل البيت يعني تفاح، موز، خيار إلى آخره، هالفواكه وهالخضروات اللي موجودة عندك داخل البيت. خلينا نحكي عن البنفيت تبع كل الفائدة تبع كل مادة من هالمواد أو هالفواكه والخضروات. تمام. خلينا نبتدي بالعنب. العنب في ألياف، والألياف هي بتساعد إذا في طير مثلا عنده بجسمه شحوم، ببغاء حركته قليلة، بتحسه كسلان، العنب في ألياف بتساعده، بتنشطه، بتخليه يتنشط. طبعا ما بدنا نكتر ولا بدنا نقلل، نحن هلا بدنا نشوف بعد شوي كيف بدنا نحضر، بس نحن عم نحكي بشكل عام. العنب في ألياف هي بتساعد على تخفيف وزن الطائر من الشحوم زائد زيادة النشاط. اوكي. طبعا كلياتنا في مقولة بتقلك قال الجزر بيقوي النظر، ما هيك؟ والله انا ما جربت بصراحة، ولكن من خلال القراية والتجارب مثل ما بيقولوا فعلا لاحظنا انه هي بتقوي، بتمنع اول شيء من سقوط المي الزرقاء على عين الببغاء، حتى البني آدمين يعني سواسية، وكتير بقوي شبكية العين، وهذا كتير شيء منيح. وطبعا ما بننسى الموز، الموز هو في مادة مضادة للأكسدة كتير مفيدة كمان للببغاء، كمان بكميات ما بنكتر منها. البرتقال بيحتوي على البوتاسيوم، وطبعا هو مقاوم للجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية عند الببغاءات. كلياتنا بنعرف أحيانا بتنام بتفيق الصبح تلاقي ببغاء مات لسبب من الأسباب، أنت بتتفاجأ بتقول عمره خلص، أوكي عمره خلص ما اختلفنا عليها، ولكن أحيانا في بعض الغشمنة من الناس يلي بيركزوا على نوع واحد من الأكل، وهذا ما بينفع. أحيانا بيؤدي إلى تجلط بالقلب، يعني جلطة قلبية للببغاء، أو سكتة دماغية. فالبرد آم بشكل عام بيساعد على منع هذا الشيء، وبالإضافة إلى أنه فيتامين سي الموجود داخل البرتقال، هو إذا في طائر مثلا عندك عنده رشح، عنده برد مثل ما بيقولوا كمان، فهذا بيساعد أنه يقاوم ويرفع مناعة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي عند الببغاء، وبإضافة إلى العدوى الفيروسية.
فهو بيكون بنفس الوقت لما بياكل ببغاء بردقان، فطبعا هذا الشيء مثل ما حكينا انه بيرفع من قوه ومناعه جهازه المناعي بالجسم بشكل عام. اما بالنسبه للتفاح فهو بيحتوي على سعرات حراريه عاليه وكربوهيدرات والياف ودهون، طبعا دهون غير مشبعه، اوكي، لانه في فرق بين الدهون المشبعه والدهون غير مشبعه، يعني هذا كثير ممتاز له. وبالاضافه الى احتوائه على فيتامين A وB وG. هلا بنجي على الخضار، طبعا انا ما بدي احكي عن كل فاكهه، يعني كل نوع فواكه وشو فيها من فوائد للطارئ، بس نحن عم نحكي بشكل عام المتاح والمتوفر قدامنا. اذا هلا ننتقل لنقطه ثانيه هي الخضروات. الخضروات حنبلش مع البروكلي. البروكلي كلياتنا بنعرف فوائده العاليه. من اهم فوائد البروكلي هو ماده الكبريت، انه بيحتوي على ماده الكبريت وبيحتوي على ماده ثانيه هي مضاده للالتهابات، التهابات خاصه التهابات المفاصل عند الطيور بشكل عام. ممكن حدا ممكن يكون جايب مثلا ببغاء بعد فتره يلاقي قاعد على بطنه او ما عاد حسن يوقف على حيله، بيكون في عنده نقص بانواع من الفيتامينات، واهمها الفيتامين اللي بيكون داخل بالبروكلي. لذلك انا بنصح انه كل خلطه فيها خضار يكون رقم واحد هو البروكلي اول شيء. وطبعا ما بدي انسى البروكلي هو كمان انه مفيد كتير لهشاشه العظام. بنجي لموضوع الفلفل الخضراء او الفلفل مثل ما بيقولوا. طبعا في عندك نوعين، الحده وعندك الحلوه. هلا ما في عندك اي مشكله، تنتين النوعين كتير كتير جيدين لصحة الببغاء، لأنه بتحتوي على فيتامين A و G. وطبعا ما بننسى أنه هي كتير قوية لمحاربة الأكسدة عند الببغاء. هلأ بننتقل لموضوع المكسرات. المكسرات كلياتنا بنعرف أنها هي غنية بالزيوت غير المشبعة. كمان لازم تعرف الفرق ما بين الزيوت المشبعة وغير المشبعة. الزيوت المشبعة لما انت بتاخذ مثلا كاجو او اللوز او البندو او الى اخره، بتحطه بالمحمصة وبتحمصه، فتلقائي الزيت اللي بقلبه بيطلع وبيظهر على سطح الحبة تبع اللوز او البندو او الى اخره. اجا معشوق، تعال معشوق. تمشو. اوكي، اجى الازعار، اجى ينزع لي الفيديو. المهم، فهي الزيوت بتصير مشبعه، هي بتعمل زياده وزن للبني ادم وللطيور. اما غير مشبعه يلي بتكون هي الزيوت بقلبها لسه ما تحمصت، فبتكون بارده نوعا ما، او بنسميها انه لسه ما تعرضت للحراره. المهم، إذا عندك ببغاء حاسه ذكاؤه كتير قليل وما عم يستوعب الكلام وكتير فهمه قليل، فعليك بالجوز. الجوز يعني عين الجمل. الجوز كتير كتير ممتاز للذاكرة الببغاء بشكل خطير. الكاجو كمان ممتاز. اللوز البندو مع شو حيجنني هذا، تاني فيديو بينزعلي اياه يمكن. طيب اخواني الكرام، انا هلا راح اروح معكم لنشوف كيف بدنا نحضر انواع الخضار والمكسرات والفواكه. تابعوني.
ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. بتمنى منكم اذا عندكم اي سؤال يا ريت تكتبوا لي تحت، ولا تنسونا من اللايك والشير. تحياتي لكم جميعا، نشوفكم على خير، مع السلامه.